بعد ما طلعنا سابقا على مجموعة من الدروس الخاصة بقسم كل من التشغيل والأجزاء الكهربائية والميكانيكية للمحطة الغازية نوع جي تي 13 E2، راح يكون هذا الدرس خاص بقسم قراءة المخططات الكهربائية Single Line Diagram للبنلات الكهربائية. وأبدأ بشيء عام وهو السنجل لاين دياجرام للريكتيفاير اللي هو راح يتواجد بكل المحطات بصورة عامة للأربع بنلات اللي نشوفها قدامنا اللي هي BTL و BUA BUB و BTM. فهذا الريكتيفاير راح يحول لنا الفولتية من 400 فولت AC يعني 3 فيز إلى 120 فولت DC يعني 110 إلى 120 الحدود مالته فولت دي سي، حتى شنو يغذينا عن طريق الباز بار الاول والباز بار الثاني مجموعة من الاحمال اللي راح نشوفها. فاحنا حاليا راح ناخذ البي تي ال، هذا البانل الاول البي تي ال، والبي تي ام هو مشابه للبانل البي تي ال هذا، وما خلوا لكل بانل جزء احتياطي، مثلا بي تي ال اكو البي تي ام مشابه له بالعمل، والبي يو اي 10 هو باز بار اول يعني يعطينا مجموعه من يعني الاحمال بالدي سي، والبي يو بي هو الباز بار الثاني للبي تي ان وهكذا. فهاي البنالات الاربعه راح ناخذها. بالنسبه لهذه الشاشه، هنا الشاشه موجوده بالبي تي ال وكذلك بالبي تي ام موجوده الشاشه، راح تبين لنا هذه القراءات. فالفولتيه راح تكون 120 فولت، 110 الى 120 فولت، هذا بالنسبه للريكتيفاير، والامبيري 54 امبير دي سي، واكو مصدر للباتري ايضا يغذي يعطينا 120، وفي حال صار استهلاك عن طريق الباتري راح تقرا لنا الامبيريه هنا، حاليا هي صفر. هذا المخطط العام راح يجي الاي سي يدخل هنا للريكتيفاير يحول الى دي سي ويشحن البطاريات وينطي للاحمال عن طريق البازبارات. بينما هذه القائمه مالت الالارمات، اذا كان باللون الاخضر فهو الالارم اعتيادي، واذا كان باللون الاحمر فهو يقول لنا يعني اكو فد الارم لازم احنا نتابعه. يقول لنا مثلا هنا مينز فولت، اوبن سيركت بريكر، سيركت بريكر مفتوح، مينيمم اوتبوت فولتج وماكسيمم اوتبوت فولتج، تشارجنج فيلر راح ياشر باللون الاحمر هنا على تشارجنج فيلر، والريكتيفاير تشارجنج اوكي يعني حاليا نقول الشحن اوكي، فان فيلر هاي الفانات اللي بداخل البانل يعني حتى تبرد البانل، باتري ديسشارجنج وباتري ديسكونكتنج، وايضا الكوبلنج سويتش. هذه القائمه حتى نشوف حاله يعني البانل داخل. فنبدا باول بانل اللي هو بي تي ال، هذا البي تي ال هاي من الخارج بعداد يعني الامبيريه والفولتيه، وهذه الشاشه اللي شفناها. بعد ما نفتح الباب راح تطلع لنا هذه القواطع، هذه القواطع راح نقارن بين المخطط هذا اللي جوه والبانل اللي فوق. فراح تجينا الفولتية من البي جي اي، وهذا البي جي اي هو مصدر لل 400 فولت يعني 3 فيز. راح يدخل التغذية للقاطع كيو 1 اللي هو موجود لي فوق، هذا هو الكيو 1، هذا مغذي رئيسي للبانل بي تي ال، هذا الكيو 1 يعني اذا احنا فصلنا البي تي الكيو 1 راح نفصل التغذية عن كل البانل اللي هو بي تي ال. بعدين راح يروح ال 400 طبعا يدخل للريكتيفاير راح يحول الى دي سي، مقدار الفولتيه بي 110 فولت دي سي بالمخطط اللي جوا. تطلع منا 110 فولت تروح للكيو 2 اللي هو ايضا قاطع ثاني موجود لي فوق الكيو 2 اللي هو هنا، هذا الكيو 2، وهذا الكيو 2 اذا فصلنا احنا الكيو 2 راح ينفصل الدي سي، لان بالمخطط اللي جوا الكيو 2 هو يفصل لنا التغذيه عن الريكتيفاير يعني يفصل لنا الدي سي. نكمل المخطط، راح يروح ايضا التغذيه للباز بار بي يو اي 10، هذا بالمخطط السفلي بي يو اي 10 اللي موجود هنا، هذا بي يو اي 10. بعد ما فتحنا هذا الباب راح نلقى مجموعة من الجوزات الكهربائية تغذي الكنترول مال البازبار الميديوم فولتج، الميديوم فولتج البازبارات الميديوم فولتج بالكنترول، وتغذي الانترفيس اللي يعني بدروس القادمة راح نشوف هاي البنلات.
وتغذي مجموعة من الأحمال هاي، ممكن واحد يقرأها. وأيضا الباز بار هذا الـ BUA راح نلقى لي جوا أربع قواطع. القاطع الأول هو التغذية الرئيسية لهذا البنا، لهذا الباز بار، يعني التغذية الرئيسية. القاطع اللي بصفه ينطينا 110 فولت دي سي، يعني يغذينا العناصر اللي تعمل بالدي سي. والفولت اللي او القاطع اللي بصفه ايضا 110 راح ينطينا اياها تغذيه للقواطع اللي تعمل بالكنترول بالجي اي اس. والقاطع الاخير هو 110 ايضا فولت دي سي لمنظومه ال 132 بالاي اي اس حتى يغذينا القواطع الدي سي والاحمال اللي تعمل بالدي سي. هذا بالنسبه للباز بار الاول. احنا اخذنا البي تي ال هنا، بي تي ال هذا بالمخطط اللي جوا، بي تي ال والباز بار مالته اللي جوا. البي تي ام اللي هو هنا، بي تي ام نفس التركيبه وايضا الى باز بار ثاني اللي هو بي يو بي، نفس التركيبه اللي شرحناها سابقا، لكن اكو ربط بين هال يعني القاطعين اللي هو هنا هذا البي تي ال، هذا البي تي ال اللي اخذناه هو نفسيته بالتركيب للبي تي ام. وهذا البي تي ام الى باز بار اللي هو هذا بي يو بي 10 يغذي هذا الباز بار الكنترول تحكم للباز بارات الميديوم فولتج، وايضا يطل التاب تشينجر مال المحوله وهاي الامور. بينما البي تي ال هذا ام الى باز بار اللي هو هذا بي يو اي ينطل مجموعه من الاحمال ايضا الكنترول مال الميديوم فولتج، وممكن واحد يقرا يفتح الباب ويقرا يعني الاحمال المكتوبه على الجوزه. يبقى الرابط بين البي تي ال هذا والبي تي ام هذا اكو رابط عن طريق قاطع كيو 9. هذا الكيو 9 اللي راح نشوفه هنا، تجي التغذيه منه، هذا التغذيه راح تجي منه عن المخطط السفلي، راح تطلع الى البي تي ام عن طريق الكيو 9. هذا الكيو 9 هنشوفه هنا بالمخطط الكيو 9. هذا الكيو 9 وين موجود؟ احنا كل يعني مؤشر او نقاط مثل هذه، هذه النقاط وين تنتهي؟ هذا من تبلش والحد هذا، هاي النقاط معناها بانل، يعني هاي العناصر موجوده بانل واحد. هذا الريكتيفاير الكيو 2 هنا، الكيو 9 كلها موجوده بقاطع واحد او ببنل واحد. فخلنا نروح على البنل بي تي ام اللي هو هذا بنل بي تي ام، نفتحه من الداخل راح نلقى هالقواطع. الكيو 1 هذا، هذا الكيو 1 اللي هو بالمخطط اللي جوا بي تي بي تي ال بي تي ام هو هذا، هذا هو الكيو 1. احنا فصلنا كيو 1 راح نفصل التغذية عن البانل بي تي ام، بعدين يخرج الى بعد ما حول بالريكتفاير الى دي سي راح يخرج الى الكيو 2 اللي هو اللي فوق موجود هنا الكيو 2، هذا هو الكيو 2 هنا كيو 2. يبقى الكيو 9 اللي هو هذا بالمؤشر هو موجود لي فوق هنا، هذا هو الكيو 9. هذا الكيو 9 شلون احنا نستخدمه؟ حتى نوصل الكيو 9 طبعا مانوال لازم نفصل وحدة من يعني القواطع. اما الكيو 2 هذا للبي تي ال البي تي ام، او الكيو 2 قاطع للبي تي ام، لان احنا لازم تغذية وحدة من جانب واحد، يعني ما يصير مثلا احنا القاطع مالت البي تي ال بالعمل وده يغذي الباز بار بي يو اي، والقاطع مالت البي تي ام بالعمل وايضا ده يغذي الباز بار بي يو بي واحنا نوصل الكيو 9، لان منا تغذيه ومنا تغذيه ما يصير. فلازم نفصل التغذيه مثلا عن الكيو 2 بالبي تي ام يلا نوصل الكيو 9، او نفصل التغذيه عن الكيو 2 بالبي تي ال حتى نوصل مانوال الكيو 9. بالنسبة لهذا البنل البي تي ام والبي تي ال ايضا
من نباع لي جوا راح نلقى مجموعة من الوايرات. فالواير الأول هذا هو التغذية الرئيسية اللي جاية من البي جي اي، مقدار الفولتية بيها 400 فولت، يعني 3 فيز. وهاي البنالات اللي بصفها أو الكابلات اللي بصفها، أربع كابلات، راح نشوف التغذية مالتها على المخطط هذا. هنمسح هذه، راح نشوف التغذية هنا. أول موصل اللي هو أو أول كابل اللي هو بي يو بي 10 راح نلقاه هنا. هذا طبعا بالبي تي ام. فالبي يو بي يو اي 10 هو راح يكون هنا، هذا بي يو اي 10 من راح يجي من البي تي ام اللي هو اجى منا بي جي اي طلع للبي تي ام، يعني البانل مال بي تي ام، وراح يصير توزيعات، مجموعه من التوزيعات. اول توزيع راح يكون للباز بار بي يو بي، هذا راح يجينا الخط منه غذى الباز بار بي يو اي 10. التغذيه الثانيه اللي فوق راح يكون للباتري بوكس، والباتري بوكس راح نلقاه احنا منه بالمخطط هذا للباتري بوكس. طبعا هذا الباتري بوكس مجموعه من الباتريات مقدار الفولتية بيها 110 فولت. والتغذية الثالثة راح يكون للبي يو بي ار يو 20 اللي هو هنا بي ار يو 20 على المخطط هذا، بي ار يو 20 هذا البي ار يو 20 وهذا البي ار يو 20 والبي ار يو 10 هو الانفرتر. احنا حاليا بدنا ناخذ الريكتيفاير يحول من الاي سي الى دي سي، وهذا بدرس قادم راح ناخذ الانفرتر اللي يرجع لنا الدي سي نفسيته، هذا الدي سي اللي تحول راح يرجعه الى اي سي. بالدرس القادم راح ناخذ هذا المخطط. فالتغذيه الرابعه راح تكون للبي تي ام، فوق على المخطط هو البي تي ام، يعني البي تي ام اللي هو عن طريق الكيو 9 راح يروح يغذي لنا هنا. طبعا البي تي ام مكتوب واحنا بقاطع البي تي ام، وبقاطع البي تي ال راح نشوفه هنا، هذا راح يغذي البي تي ام من البي تي ال للبي تي ام، يعني اللي هو يربط بين البي تي ال والبي تي ام عن طريق الكيو 9، هذا هو الباس كوبلينج يربطه هنا. والملاحظه المهمه احنا حتى نوصل الكيو 9 هذا كيو 9 لازم نفصل واحد من قواطع، اما نفصل قاطع الكيو 2 للبي تي ام او نفصل الكيو 2 للبي تي ال، لان ما يصير تغذيتين نفس الوقت، نقاطع البي تي ال والبي تي ام. هذا بالنسبه للبانل. بعدين راح ناخذ المخطط الداخلي، المخطط الداخلي مثلا للبي تي ال وهو مشابه لمخطط البي تي ام. حاليا هذه ما راح نحتاجها، هذا في كيفية قراءة المخططات. راح تجينا التغذية من البي جي اي اللي هو مصدر لل 400 فولت 3 فيز، راح يدخل للكيو 1. الكيو 1 احنا شفناه اللي هو هذا الكيو 1، هذا الكيو 1 اللي هو مغذي رئيسي، يكمل التغذية بعد الى هنا. فمن نفتح البانل احنا كل رمز مثلا هنا F11 او هنا F13 وهاي الرموز T13 ممكن احنا نلقاها بالبانل من نفتحة، مثلا هاي F11 هذه F11 وهنا F13، بتفتح البانل تروح تتابعها ممكن تلقاها. انا هذا هو ال F11 وهنا ال F13. K10 هذا K10 ممكن واحد يتابعه على المخطط اللي هو هنا، هذا K10 هو ملف للتايمر K10، ممكن واحد يفتح البانل ويشوف هاي الرموز. راح يكمل 400 لهنا، واحنا حتى نكمل مساره هو كاتب لنا هنا 101
يعني يروح لصفحة 101. فاحنا نكمل بصفحة 101 راح نلقاه هنا يوصل. هذا هاي صفحة 100 من نريد نقرأ هذا من جاي من صفحة 100. روح على صفحة 100 يقول لنا 101 وهي هاي صفحة 101. بس نشوفها بالمخطط مالتها. يكمل هنا 400 راح تجي محولة. هذه المحولة تحول 400 إلى 114 فولت اللي هي تي واحد. اللي هي تي واحد هذا الرمز مالتها تي واحد. وانت من تفتح البنل راح تروح تدور تي واحد راح تلقى محولة هنا تي واحد مكتوب تي واحد. طبعا اكو محولتين، محولة صغيرة ومحولة كبيرة، كل وحدة الرمز مالتها ممكن واحد يتابعها. تطلع لنا فولتية 114 فولت اي سي. زين احنا ليش نزلنا ال 114 فولت؟ حتى البريدج ثايرستر اللي هو هنا اللي راح تتحول من اي سي الى دي سي حتى يحول لنا لل 120 110 فولت دي سي الى 120. خما احنا نجيب بانل او ثايرستر يحول لنا ال 400 راسا الى 120، فلازم نخلي محوله خافضه لل 110 يعني نقرب الفولتيات حتى بسهوله تتحول الى دي سي. فهاي ال 114 فولت اي سي راح تدخل لمنظومه البريدج تايرسترات اللي هي هذه، هاي بريدج تايرسترات الى باز بارين. هذا الباز بار الاول وهذا الباز بار الثاني. راح نشوف هنا من تروح تفتح البانل مال بي تي ال راح تلقى هاي التركيبه. هذا باز بار اول، هذا باز بار اول وهذا باز بار ثاني. وراح تلقى الرموز هنا مثلا مكتوب V3 يعني باللون الاصفر، V2 V1. هاي ال V3 وال V2 وال V1 هو الثايرسترات ذني اللي هو مأشر لنا هنا V2 V3. هاي الثايرسترات، هاي البريدج ثايرستر انها ثلاثة، هاي كل وحدة بتركيبة وحدة. بعدين راح نلقى هنا مكتوب A2، هذا A2 وهنا مكتوب A3. طبعا الـ A2 هو الـ Thyristor Firing Card والـ A3 هو الـ Thyristor Snipper Card. وين نلقاه الـ A2 والـ A3؟ هذا التركيبة أو هاي الشريحة هي الـ A2، هنا مكتوب A2 اسمها واضحة هي A2، والـ A3 هي هاي التركيبة هذه A3 اللي هي هنا A3. هذا شنو حتى يتحكم بهاي الثايرسترات الثلاثة. طبعا هاي بريدج هيك راح يعني كل مربع من ذني هذا مثلا هو ثايرسترين وهكذا مكونة بريدج. بعدين بنكمل هذا المسار الاوتبوت ووصل لهنا. هذا المسار الموجب والسالب راح نروح الى صفحة 102، الى صفحة 102 نكمل المسار هنا. راح نلقى من جاية من صفحة 101 الى هنا اللي هي صفحة 102 120 فولت دي سي اللي يتحول استوى الى دي سي. فهنا اكو تركيبة RLC، هذا فلتر حتى ينقل موجة من الهرمونيك. نفتح البانل احنا ايضا ممكن نلقى هاي المتسعة، هذه المتسعة، وهنا فوقها راح نلقى مقاومة. طبعا هاي المقاومة حتى تقلل لنا يعني الشرارة مالت المتسعة. هو الفلتر نوع RLC RLC حتى شنو ينقل موجة مالت الدي سي الطالعة. بعدين راح تكمل المسار منا راح يروح الى اربع مغذيات، الاربع مغذيات اللي هي البي تي ام هاي البانل الثاني، والبي يو اي اللي هو الباز بار مالت البي تي ال، والبي ار يو اللي هو الانفرتر اللي راح ناخذه في الدروس القادمه، والباتري بوكس اللي يجي منه. هاي الاربع مغذيات فراح نشوفها هنا. هاي المغذيات، هذا المغذي
طبعا ذن البنل المغذي الاول مثلا هذا البي تي ال هو هذا يجي من الأربعمية اللي هنا هذا قاطع البي تي ام امسح ذني هذا راح يجي من البي جي اي بي جي اي يجي للبي تي ام هذا المغذي الرئيسي الاول بي تي ام اللي هو كاتب لنا هنا بعدين البي يو اي نادي فوق على المؤشر اللي هو الباز بار مالت البي تي ام اللي راح نلقاه طبعا هذا البي تي ال يعني هذا المخطط البي تي ال فالمغذي الاول مالته مثل ما قلنا يروح للبي تي ام عن طريق الباس كوبلينج هذا هذا المؤشر هذا منه يجي للبي تي ام هذا هو الباز بار الاول او المغذي الاول المغذي الثاني اللي هو بي يو اي طبعا البي يو اي هو الباز بار مالت البي تي ال اللي نكمل مسار منه هذا هو البي يو اي والبي ار يو 10 اللي هو الانفرتر وراح ناخذه بالدرس القادم راح يجي منه يروح لهنا بي يو اي 10 والمغذي الرابع هو الباتري بوكس اللي جاي منه بالمخطط السفلي منه للباتري بوكس هاي مجموعة من البطاريات مقدار الفولتية بيها 110 فولت هاي طريقة قراءة المخططات بالنسبة للرموز فاحنا بعد ما نحتاجه بالنسبة للرموز خلنا نرجع مثلا هنا على هذا المخطط الخاص بالبي تي ال هذا المخطط الخاص بالبي تي ال ممكن احنا نقرأ بالبداية يحول لنا ال 110 فولت دي سي هذه مجموعة من الرموز ممكن واحد يعني يقرأها كل رمز او كل عنصر وقدامه الاسم مالته بعدين يخلينا المخطط مالت البانل مثلا هنا كيو 1 كيو 2 كيو 3 هاي الدايودات اللي شفناها ويشرح لنا على الشاشة والقواطع فهنا مثلا هذا المخطط اللي استونا اخذناه الكيو 2 هو احنا عرفناه القاطع الرئيسي مثلا احنا نريد نعرف هاي الصفحة وين تروح مثلا هو اشار لنا اجت التغذية منا اجت التغذية وطلعت هيج وصلت لهنا زين هاي الصفحة الاولى احنا ما ندري يعني اذا صفحة ثانية ما موجودة فشنو نقرأ الصفحة وين راح يقول لنا للمية وواحد لاين اول ثاني ثالث احنا حاليا بالصفحة الاولى شلون نقراها بالصفحة الاولى اللي هو مية هاي الصفحة يأشر لنا بيج مية صفحة رقمها مية ويقول لنا هنا روح للصفحة 101 فنروح ندور الصفحة 101 اللي هي الثاني صفحة هذه 101 هذا 101 وش مأشر لنا ويا ال 101 L1 L2 L3 فنروح ندورها اللي هي هذه 100 L1 L2 L3 اذا منا راح يكمل المسار زين احنا نريد نعرف مثلا الرمز هذا الـ A2 هذا الرمز A2 شنو احنا ايش مدرينا هذا ثايرستر فايرنج كارت او نريد نعرف مثلا الرمز A3 هذا A3 فهم مخلينا بهذا يعني المخطط مجموعة من الرموز مثلا نروح لاخر الصفحة اللي هي هاي راح نلقى مجموعة من الرموز راح ندور على الرمز اللي نريده مثلا احنا نريد اي 2 مثلا اي 2 هذا كاتب لنا ثايرستر فايرنج كارت اي 3 مثلا هي ثايرستر سنابر كارت هذا بالنسبة لقراءة المخططات نرجع للمخطط هذا بدايته يقول لنا هذا الاوتبوت مال الاي 2
الاوتبوت مال الاي 2 رايح لصفحه 104 اي 1 سي ان 5. نروح ندور صفحه 104 صفحه 104 هاي صفحه 101 هاي 102 هاي 103 هاي 104 هاي الصفحه 104 104 زين هو وين جاي اي 1 نرجع نقراها صفحه 104 اي 1 سي ان 5 نروح ندور اي 1 سي ان 5 A1 CN5. طبعا هنا A1 CN8 بس احنا نريد 5 A1 CN5 اللي هي هاي A1 CN5. هذا بصفحة 104 واحنا نلقاها من نرجع بصفحة 101 يعني يأشر ان هنا بالصفحة اللي جينا منها مثلا احنا كنا بصفحة 101 كتب لنا A1 CN5 وكاتب هناك روح لصفحة 104 104 واقرأ هذا الرمز فاجينا لصفحة 104 اللي هي هذه 104 وقرينا A1 CN5 ولقينا كاتب لنا 101 اذا بالصفحة 104 يكتب 101 وبالصفحة 101 يكتب 104 كم المسار من تطلع لنا 110 فولت دي سي بعدين راح تجي هنا هذه شفنا المتسعات وشفنا التغذية مالت هذا الدرس الأول بقراءة المخططات والمحاضرة القادمة راح ناخذ هذا المحاضرة القادمة راح ناخذ طبعا هنا ال BTL والBTM اخذنا واخذنا الباز بار مالته BUA والBUB المحاضرة القادمة راح ناخذ التغذية اللي راح تروح للإنفرتر من الBTM والتغذية اللي تروح للإنفرتر من الBTL اللي هو هذا الانفيرتر طبعا الانفيرتر هنا راح الاي سي يصير دي سي بعدين بالمحاضرة القادمة يدخل للانفيرتر راح يرجع الى اي سي اللي هو شنو هم اربع يعني بنلات اللي هو بي ار يو 10 وبي ار يو 20 والباز بار مارتي بي ار اي 10 بي ار بي 10